أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك آية قالها داود للرب في مزمور 139 آية رقم 3. داود بيقول للرب إيه؟ بيقول له مسلكي ومربضي زريت. مسلكي ومربضي، المسلك يعني المشي بتاعي، مربضي يعني مكان الراحة بتاعتي، مكان النوم بتاعي. فهنا بيقول له مسلكي ومربضي زريت، وزريت دي معناها ايه؟ دي اللي جاية منها الآلة اليدوية اللي بيستخدمها المزارع اللي اسمها المزراة. تقول المزراة بتعمل ايه؟ أقولك المزراة عبارة عن آلة بيستخدمها المزارع عشان يفصل بيها القش عن القمح، يعني عشان يخلي القمح لوحده والقش لوحده يروح، بيستخدم ايه؟ بيستخدم المزراة. فكأن هنا لما بيقول له مسلكي ومربدي زريت، يعني انت يا رب شايفني وأنا ماشي وأنا بشتغل وأنا بزور الناس، وكمان يا رب أنت شايفني وأنا بنام وأنا بستريح وأنا مش بشتغل وأنا في أجازة، وأنت يا رب بتتعامل معايا وأنا في شغلي وفي المسلك بتاعي وأنا في الراحة بتاعتي في المربط بتاعي، بتتعامل معايا عشان تشيل مني العشب، عشان تشيل مني الشوائب. يعني هنا بيقول له مسلكي ومربضي زريت، عشان تشيل مني القش اللي حوالين القمح، عشان ابقى بس قمح، فيش حاجه تافهه معايا، فيش حاجه ملاش قيمه موجوده، فيش حاجه سيئه موجوده. عزيزي المشاهد، بص للرب كده وقول له انت اللي عملته مع داود تعمله معايا، تشيل مني كل قش، تشيل مني كل حاجة تفسد القمح، تشيل مني، انت تستخدم المزراة بتاعتك يا رب عشان تنقيني، تشيل مني الخوف، تشيل مني الهم، تشيل مني افكار مش نقية، تشيل مني مرارة جوايا من شخص ممكن وانا بنام بتحارب بحاجات مش كويسة، احلام مزعجة، تشيل مني الاحلام المزعجة، وانا في مكان راحتي في افكار صعبة وانا بنام بصحى من وسط النوم منزعج خايف متوتر، تشيل مني هذه الامور. داود بيقول له يا رب انت عظيم، عرفتني انت، الآية اللي قبليها عرفت جلوسي وقيام، يعني انت شايفني وانا بقعد وشايفني وانا بقوم، وانت يا رب عرفتني كل طرقي عرفت، يعني انت يا رب شايفني. عشان ايه بقى زريت دي؟ زريت دي مهمة جدا، انت بتشوفني عشان تشيل مني القش والعشب واي حاجه ملاش قيمه، انت يا رب واخد بالك مني عشان نومي يبقى مليان سلام، ما يبقاش في احلام مزعجه، ما يبقاش في مخاوف، ما يبقاش في هموم، انت يا رب واخد بالك مني علشان وانا رايح شغلي ما يبقاش عندي افكار غلط، وانا في شغلي ابقى امين، وانا في علاقاتي ابقى امين، انت بتنقيني من عيوبي، انت بتنقيني من مخاوفي، انت بتنقيني من اي افكار غير نقية. داود بيقول للرب مش انا اللي نقيت نفسي، ده انت، يقول له كده مسلكي ومربضي ايه زريت، يعني انت ميزت، بصيت كده يا رب ليا وانا في مكان راحتي، وبصيت ليا وانا في مكان عملي وعلاقاتي مع الناس، وابتديت تتعامل معايا عشان تشيل مني
الحاجات المضرة اللي فيا مضرة ليا واللي فيا مضرة للآخرين. عزيزي المشاهد بص للرب كده وقول له أشكرك لأنك مهتم بيا. لو ليك علاقة مع الرب يسوع لازم تبص للرب وتقول له أشكرك لأنك مهتم بيا. ولما ببص للأيام اللي فاتت والشهور اللي فاتت والسنين اللي فاتت من ساعة معرفتك يا رب أقدر أقول إنك أنت غيرتني تماما وشلت مني عيوب كتير ولسه يا رب بتشتغل. وأي حاجة لسه وحشة بيا في حياتي أنت وراها يا رب لغاية ما تنتهي عشان أنا غالي عليك، عشان أنا في عينيك حاجة كبيرة رغم أن أنا في نفسي حاجة تافهة، لكن أنت محبتك الحب اللي أنت بتحبني بيه خلتني غالي في عينيك. وفي آية بتقول كده صرت عزيزا في عيني مكرما، عزيز غالي في عيني وأنا قد أحببتك. عزيزي المشاهد لازم نصدق كلمة الرب اللي بتقول أن الرب بيحبنا جدا جدا جدا. الرب بيحبك رغم عيوبك ورغم ضعفاتك ورغم خطاياك اللي تبت عنها، الرب بيحبك جدا. وعشان كده لازم تصدق ان الرب بيشتغل في حياتك عشان تبقى بعيد عن العيوب اللي كانت فيك. الرب بيشتغل في حياتك عشان يخلصك من عيوبك. الرب بيشتغل في حياتك عشان تبقى في الارتفاع وعشان تبقى من مجد الى مجد وعشان تبقى شخص ناجح وعشان تبقى بركة، بركة لعيلتك وبركة لأصحابك وبركة لكل من يتعامل معك. آية عظيمة جدا، مسلكي مش بس المسلك ده مكان الراحة ومربضي إيه زرايت. تعال معي عزيزي المشاهد الآن، تعال معي إلى سفر القضاء أصحاح 19. ما زلنا نتأمل في مظاهر الضعف الشديد في حياة خدام الرب خلال فترة القضاء. فترة القضاء دي الأمة اليهودية أو شعب الرب في العهد القديم هو الأمة اليهودية انحدر تماما تماما تماما، وأحد أسباب انحداره البذور دي اللي طلعت شجر الشوك منها، قلنا سوء الحياة العائلية ده شفناه في أصحاح 17. وإذا بنبتدي بقى نتكلم عن شفنا ده كمان في أصحاح 18 سوء الخدام، خدام الرب، خدام الرب في العهد القديم وفي زمن القضاء اللي هم اللاويين. شفنا أخطاء انحراف، واحد بيخدم الرب بيتجوز غلط، واحد بيخدم الرب بيصالح زوجته اللي زنت مصالحة غلط مش قائمة على مبدأ انها تتوب وتندم، لا ده صالحها علشان حس انه محتاج لها او حس انه مشتاق ليها، يعني مصالحة لم تتم على اسس كتابية. ده وهو خادم الرب، خادم الرب ما يعملش كده. انحراف انحراف انحراف. وقلنا في الحلقة اللي فاتت ان اللي بيحركه واضح احتياجاته الجسدية، ميوله او رغباته الطبيعية، مش اللي بيحركه علاقته مع الرب. باسم الرب يسوع مش اللي يحركني ميولي، ما انا ميولي ممكن في وقت تبقى صح وفي وقت تبقى غلط. انا اللي بيحركني الرب، قيادة الرب لحياتي، كلمة الرب هي اللي بتخليني اخد امشي يمين ولا شمال، امشي طبقا لكلمة الرب. اقول للرب كده ان كلمتك دي هي المصباح اللي بيهديني، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. اقول للرب هذه الكلمات، مش اللي هيحركني رغباتي ولا ميولي ولا احتياجاتي، اللي هيحركني الرب مشيئته وكلمته، واثق واثق انه يقودني. لا واضح ان الخادم ده بتحركه رغباته وميوله واحتياجاته الجسدية، وابو مراته اللي زانت دي ورايح يصالحها ابتدى يأثر عليه بالاكل. وبعد ما عزمه 3 ايام خلاص بقى، يعني انت عزمته 3 ايام كفاية، لا ابو مراته عايز يعزمه اكتر واكتر. ليه؟
عشان بقى يتكسف وما يفكرش في يوم من الايام يأذي مراته اللي زنت. دي طريقته في التفكير، يعني بيفكر كده ان انا كأني يعني زي ما واحد يجيب لواحد هدية كبيرة يقول كده انا كسرت عينه مش هيقدر، لما اكون محتاج لمساعدته مش هيقدر يقول لي لا. دي طرق بشرية. مش بقولك ان غلط انك تجيب هدايا للناس، لكن بقولك انك غلط انك تبني امورك بهذه الطريقة. انت لازم تثق ان لولا الرب الراجل اللي انت عطيك بتله هدية ده ممكن يتقلب عليك بكل سهولة. وممكن الخدمة اللي اديها لك تبقى سبب في ضياعك. ليه؟ لانك انت بتشغل عقلك وبتشغل مخك ومش معتمد بقلبك على الرب. ده ابو مراته بيفكر كده، ان يقول لك اكثر عين جوز بنتي فما يقدرش بقى يضرها ويفتكر انها زانت زمان لا تكسر عينه انا اكرمه، هو عندي بقى اذبح له خروف، اجيب له ما لذ وطاب. الناس بتحتفل بالناس لما يروحوا مثلا يبيتوا عندهم يوم يومين، انا بقى اكتر. يقول كده الكتاب، مكث معه 3 ايام فاكلوا وشربوا. والكتاب بيركز على الاكل والشرب هنا كتير، ان الراجل الخادم ده اللي بيحركه الاكل والشرب. اوعى تكون بتخدم الرب واللي بيخليك تروح حتة تخدم فيها بيعملوا لنا عزومة كويسة، بيوكلونا اكل كويس، والناس اللي بيعزموك ما تقدرش تقول لهم انتوا غلطانين، والناس اللي بيعضدوك ماديا ما تقدرش تواجههم باخطائهم. لا، ده هيبقى انحراف، وده معناه انك انت لا تخاف الله. الشخص اللي بيخاف الرب مش هيقعد يقول اصل انا لو خدت موقف من فلان ده هفقد تعضيده المادي، ولا افقد مساعدته ليا، ولا افقد ترحابه انه بيرحب بيا. لا، ما تفقد، افقد انه يرحب بيك وافقد تعضيده، بس خلي ليك موقف، موقف الرب تجاه الاخطاء. ما تجملغوش يبقى هو غلطان مع اولاده وانت تروح كان ما فيش حاجة حصلت، وتبقى عارف انه هو عمل كذا وكذا وكذا وظلم ده وظلم ده وقاسي مع مراته، ولا تجيب له سيرة ولا كان في حاجة. ليه؟ خايف تتكلم معاه او تاخد منه موقف تفقد تعضيده المادي او تفقد ترحيبه بيك. ده يبقى انحراف. اللي عايز يخدم الرب يعمل بس اللي يبقى واثق انه الرب موافق عليه، ما بيخافش من انه يفقد حاجة، ما بيخافش انه يفقد تدعيم حد، بيخاف الرب. لازم اللي يحركك هو فقط مخافة الرب، وانك عايز ترضي الرب حتى لو غلط. بس انت وانت كان ما كانش قصدك انك تغلط، كنت بترضي الرب. لازم يبقى ده الدافع مهم جدا، مخافة الرب، ارضاء الرب، طاعة الرب حتى لو غلط. لكن ما دام الدوافع بتاعتك سليمة وما كنتش تقصد انك انت تغلط، الرب هيصلح غلطك بكل تأكيد. هنا بقى أب البنت دي عايز يكسر عين، أو ده اللي أقدر أحسه في القصة، جوز بنته عشان ما عاقبهاش لأنها زنت في الماضي. فبعد ما خلص 3 أيام بقى صحي بقى الراجل عايز ياخد مراته ويمشي بقى. أبوها قال إيه؟ وكان في اليوم الرابع أنهم بكروا صباحا، طبعا قاموا بدري عشان يمشوا في النور واليوم يبقى قدامهم عشان يرجعوا الحتة اللي ساكنين فيها اللي في جبل إفرايم. هم كانوا فين في الوقت ده؟ كانوا في الحتة مش بتاع سبط إفرايم، في حتة سبط يهوذا في البلد المعروفة اللي هي بيت لحم، لأن مراته من بيت لحم. فيقول كده إيه الكتاب؟ لما هيمشوا بقى في اليوم الرابع عمل ايه؟ فقال ابو الفتاة اسند قلبك بكسرة خبز. ده تعبير يعني تعالى نفطر، هتمشي ليه كده بدري؟ اسند قلبك بكسرة خبز وبعد ما تفطروا تذهبون. فجلس
طبعا لاني دعوه بقى للاكل ناكل. فجلس واكل كلاهما معا، كلاهما معا يعني هما الاثنين مع بعض، هو وجوز بنته، وشرب برضو، اكل وشرب يعني اكلوا ما لز. هو بقى ابو البنت مجهز له اكل عظيم جدا. وبعدين قال له ايه تاني بقى؟ ما الاكل جميل وحلو، هسيب الاكل الحلو ده وتمشي؟ وقال ابو الفتاه للرجل ارتضي وبت، وبيت المره دي يعني الثلاث ايام خلصت، بس بيت اليوم الرابع هتخسر ايه يعني؟ وبت وليطب قلبك. وكلمه ليطب قلبك يعني اتبسط، يعني هتروح فين؟ انا مجهز لك حاجات يوم واثنين وثلاث ورابع، ده يوم زياده. والراجل ومراته صحوا بدري عشان يمشوا خلاص، راح مسكهم لا 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 كل كل كل. وبعدين لما كل بقى اكلوا اكل جميل قوي، اكل وشرب وقال له اقعد وبيت النهارده كمان وليطب قلبك، يعني تتبسط قوي 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 هنا. وبعدين يقول الكتاب ولما قام الرجل خلاص الذئاب ألح عليه، يعني الكلام ما أثرش هنا في الزوج، لا راح ملح عليه، فعاد وبات هناك. يبقى بات كام يوم الوقت؟ 4 أيام. وإيه سبب أن يبيت؟ الأكل كل خلي اتبسط اشرب معايا، كل ده عشان زي ما قلت لك يبقى الزوج ما يقدرش يأذي بنته بعد كده، يبقى مكسوف ده عمل معايا كده، ده وكاني احسن اكل، ده كان وقت حلو، وده اتبسطنا، ازاي اعمل في بنته كده؟ ولما قام الرجل للذهاب ألح عليه فعاد وبات هناك. الرجل اللي هو اللاوي ده اللي هو الخادم. جينا لخامس يوم، هينسافر بقى ده اليوم الخامس. ثم بكر في الغد في اليوم الخامس لذاب، عايز اخد بقى مراتي ونرجع بقى بيتنا. وبعدين يقول الكتاب ايه لذاب؟ فقال ابو الفتاة، قال له ايه برضو؟ شوف التعبير، اسند قلبك. اسند قلبك يعني انت محتاج تاكل، ما انت قدامك رحلة ساعات، اسند قلبك افطر. وطبعا هي دي الطريقة، انه حاجة تقود لحاجة تقود لحاجة، تبقى انت متحمس لموضوع، بعدين الشيطان يبعت لك حاجة كده. زوج اللاوي ده متحمس انه يمشي وصحي بدري، ويقول كده اسند، يقوم يطلع له ابو زوجته لا 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 توانو يعني بالراحة كده، حتى يميل النهار. يعني ايه يميل النهار؟ يعني الشمس، يعني استنوا بقى ناكل مع بعض تاني، مش ما يكفيش الفطار ده اليوم الخامس، والشمس كده السخونة بتاعتها تضيع، وبعدين ابقى امشي. واكل كلاهما. ثم قام الرجل للذئاب، خلاص الشمس قعد بقى اليوم عنده مبسوط، زي ما قعد الاربع ايام الاولانية في اليوم الخامس وبياكل وبيتسلى. وبعدين قال لك لا انا لازم امشي بقى، مش معقول اقعد كل ده، عندي حاجات عايز اعملها، انا متعطل. ثم قام الرجل للذئاب هو وسريته وغلامه، يعني خلاص بقى قرر انه يمشي يعني يمشي. راح طلع له برضو ابو زوجته ابو الفتاة، قال له ان النهار قد مال الى الغروب، يعني احنا قربنا على الغروب، يعني ازاي هتمشي دلوقتي؟ بيته الان، بيته بقى لليوم، وقعد وامشي الصبح، بيته الان هو ذا اخر النهار، بيت هنا. وبعدين كرر له نفس النغمة ونفس الكلام، وليطب قلبك، كل حاجة بيت وتبسط، كل حاجة بيت وتبسط، مش مهم بقى هو في مشيئة الرب يمشي امتى يسافر امتى، لا خادم الرب. ومش بس خادم الرب، ده كل شخص ليه علاقة مع الرب، حتى لو لسه مش بخدمش الرب،
ما يتحركش بالطريقة دي، ما يسافرش في أي وقت. خادم الرب والمؤمنين الحقيقيين دايما يقولوا له يا رب احنا عايزين نتحرك في مشيئتك، ما ينفعش أمشي أسافر في أي وقت وأخد أي أتوبيس، ممكن ده يعمل حادثة. لازم دايما أصلي وأقول يا رب أنا عايز أبقى في مشيئتك وتحفظني وأنا رايح، وإذا كانت السكة دي فيها مشاكل عطلني. ده المؤمن وده الخادم، إن دايما ماشي باصص للرب. لا ده مش قاعد باصص لبطنه، يعني ياكل ايه ويشرب ايه ويمشي امتى. وطبعا كل ما بيتاخر عنده مصالح، يعني عنده حاجات في بيته ولازم في الحته اللي عايش فيها عايز يكملها بتتعطل، بس هنا الجاذبيه بتاعه الاكل غلبته الثلاث ايام واليوم الرابع وطول نهار اليوم الخامس. وبعدين جاي بقى في اخر اليوم هيمشي، وبعدين ابو مراته قال له ايه؟ لا لا لا، ليطب قلبك وغدا اوعدك بقى ان انا امسككش تاني، وغدا تبكرون تصحى بدري في طريقكم وتذهب الى خيمتك. هنا عزيزي المشاهد آية رقم 10 مهمة جدا 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 جدا. هنا بقى الخادم نشف دماغه، لا مش هبين. طب بين، ما انت قعدت طول اليوم بيت عشان تمشي في النور. ابدا. فلم يرد الرجل، دي آية مهمة جدا، يعني قعد وكان ممكن يمشي، قعد طول جه في الوقت الخطر، يعني ايه اللي يمشيك دلوقتي؟ نشف دماغه. عزيزي المشاهد اوعى تنشف دماغك، لازم تفكر. طب ما انت لو مشيت الوقت هتمشي والشمس غابت هتتعرض للخطر، ودي رحلة هتاخد كذا ساعة، وهتعمل ايه؟ ولو جاء عليك الليل هتبيت فين؟ لا ما فكرش ليه؟ لانه نشف زي ما بيقولوا دماغه، لانه مش مرن، لانه ما صلاش. وطبعا لما نقرا القصة نعرف ان كارثة حصلت له. عزيزي المشاهد لا تكن عنيدا، قل يا رب خلصني من العناد ولا تصر على رأيك. طب قول لي يعني اي حد اي واحد يقول لي اي حاجة امشي وراه؟ اقول لك برضو لا، لكن دايما الحاجة اللي تسمعها فكر فيها وصلي وقول يا رب تحكم في تفكيري عشان ما اخدش قرار غلط، وعشان ما جازفش. ده جازف ومشي في وقت خطر ولم يطيع هذه النصيحة اللي كانت صح. عزيزي المشاهد إلى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينونة الآن، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند التلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030 الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.